انطلقت مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي نور حياة في المنصورة وسط إقبال كبير من المواطنين من أجل علاج ضعف وفقدان الأبصار، ويجرى الكشف على أبناء محافظة دقهلية في مركز شباب المنصورة. هذا وصرح خالد البهنساوي منسق صندوق تحيا مصر بالدقهلية بأن هناك إقبالا كبيرا من المواطنين على هذه المبادرة، وموضحا أنه من المقرر الكشف على 600 مريض على مدار اليومين مع اتخاذ الإجراءات الوقائية الكاملة، وأكد أن المواطن يحصل على كل ما يتطلب لعلاجه إذا كان صرف أدوية أو نظارة طبية أو جراحة للعين من خلال المبادرة الرئاسية بالمجان. احنا النهارده بنقدم واحده من قوافل المبادره الرئاسيه لمكافحه مسببات ضعف وفقدان الابصار نور حياه من صندوق تحيا مصر. احنا متواجدين في محافظه الدقهليه علشان نخدم اهالينا من مركز المنصوره والمراكز المجاوره. بنستهدف 600 حاله في الاسبوع على مدار يومين، كل يوم 300 حاله وفقا للاجراءات الاحترازيه. بيتم عمل الكشف وعمل النظارات الطبية اللازمة وصرف العلاج بشكل مجاني، بالإضافة لتحويل الحالات اللي بتتطلب تدخل جراحي على المستشفى الشريكة للمبادرة مستشفى المنصورة العسكري، وبيتم عمل العمليات بشكل مجاني تماما، بالإضافة أن نقل الحالات من وإلى مكان القافلة برضو بيكون مجاني تماما. المواطن ما بيتحملش أي تكلفة مادية أو أي عبء من أول ما يدخل القافلة علشان ياخد الخدمة لحد ما يخلص كل حاجة.